حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الحج بعرفة فقال الحج يوم عرفة أو عرفات ومن أدرك الليلة جمعا قبل صلاة الصبح فقد تم حجه أيام منها ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الدلي يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيام منها ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. حدثنا روح حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الدلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل عن الحج فقال الحج يوم عرفات أو عرفة من أدرك الليلة جمعا قبل أن يصلي الصبح فقد أدرك الحج أيام منها ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.